أنا اسمي جورج حسني، برحب فيكم مشاهدي الأعزاء إلى سلسلة ثقتي بإيماني. واليوم بهذه الحلقة سنتكلم عن ثقتي بكتابي اللي هو الكتاب المقدس. من كل قلبي بثق إنه هذه كلمة الله. يقول الله في تيموثاوس الثانية الإصحاح الثالث والعدد 16، تيموثاوس الثاني 3:16: إن الكتاب بكل ما فيه قد أوحى به الله، وهو مفيد للتعليم والتوبيخ والتقويم وتهذيب الإنسان في البر. الكتاب بكل ما فيه قد أوحى به الله. هل عندك ثقة يا أخي أنه الكتاب المقدس هو كلمة الله؟ هنتكلم بهالموضوع اليوم. خليني أحكي لكم شوي عن الكتاب المقدس. الكتاب المقدس كتير ناس بيفتكروا أنه هو كتاب، وفعلا شكله كتاب، إله جلدي وإله بداية وإله نهاية، لكن لما بندخل في داخله منلاقي أنه هو مكتبة من الكتب، في 66 سفر أو كتاب. والشيء العظيم والفريد في كتاب المقدس هو أنه كتب على مدة طويلة، 1400 سنة أو أكثر، من أول تكوين إلى الرؤية. والكتاب اللي كتبوا متنوعين، عددهم 40 شخص من بلدان مختلفة، من لغات مختلفة، عصور مختلفة وقرون مختلفة، ومن جميع أنواع الناس. مثلا في عنا ملوك مثل داود، قضاة مثل صموئيل، محاسب مثل متى، أنبياء مثل إشعياء، صياد سمك مثل بطرس، لاهوتيون مثل بولس الرسول، طبيب مثل لوقا، حكيم يعني فيلسوف مثل سليمان الحكيم، ورجالات دين مختلفين كثيرين. هذا التنوع بيعطيني ثقة أن الكتاب المقدس بوحدته أساسه ووحيه مش من الملوك والقضاة والكاتبين، لكن وحي من الله، لأن الرسالة واحدة من البداية إلى آخر، من إلى الآخر. ويحتوي الكتاب المقدس على أنواع متعددة من الآداب. في تاريخ، هو الكتاب المقدس مش كتاب تاريخ لكن يتضمن تاريخ، وكل ما فيه عن التاريخ صحيح وحق. في شرائع، موسى كتب شرائع الله، الوصايا العشرة وشرائع أخرى كتير، كيف الإنسان بيعيش مع غيره، حتى كيف بيتعامل مع الحيوانات. الكتاب المقدس في أشعار اللي هي ترانيم وتراتيل، اللي كتبها داود وغيره من الكتاب. في كتاب يتضمن 150 شعر اللي هم المزامير. كتب الحكمة، كتب الأمثال والجامعة، وأيضا نبوات. أنبياء كثيرون كتبوا عن النبوات اللي الله أعطاها، وهذا من أجمل وأعظم صفة من صفات الكتاب المقدس، أنه في أكثر من 1000 نبوة في العهد القديم تتنبأ عن أشياء ستحصل في القرون التالية. مثلا عن يسوع المسيح لنا أكثر من 300 نبوة. يوم من الأيام كنت في طيارة وجنبي واحد يهودي كان قارئ الكتاب المقدس، بس من زمان بيقول لي ما مش متابع الدين. فسألت سؤال، فتحت له من إشعياء الإصحاح 14 عدد 7 اللي بيقول: العذراء تحبل وتلد ابنا وتدعوه عمانوئيل،
قلت له أنت ولد وكنت تقرأ الكتاب سفر إشعياء، لاحظت فهمت شو معنى هالآية؟ قال لي ما عندي أي فكرة أبدا. بعدين أخذته إلى ميخا الإصحاح الخامس عدد 2، واللي بيذكر أنه يسوع المسيح سيولد في بيت لحم، من غير ما يذكر اسم المسيح بس بيذكر أنه سيولد في بيت لحم. قلت له بتعرف مين هو اللي ولد في بيت لحم؟ بهالوقت تعجب وقال صحيح؟ مش معقول. ففتحت له الآيات من أول وبدأ يقراهن، وشرحت له أنه في أكثر من 300 نبوة، نبوة إشعياء تسبق ميلاد المسيح أكثر من 800 سنة، 8 قرون، ونبوة ميخا أكثر من 500 سنة، ومع هذا وكله منشوفها أنها اتفقت مع بعضها البعض من 800 سنة إلى 500 سنة، وحصل أنه يسوع المسيح ولد في بيت لحم من عذراء، وهذا بيعطيني ثقة في كلمة الله. أسباب ثقتي بالله مش بس أشياء جانبية بالنسبة للشعر وبالنسبة للأنواع من الأدب، لكن أهم شيء بثقتي في الكتاب هو مفعول الكتاب المقدس في حياة الإنسان. مثلا بعبرانيين الإصحاح الرابع، خلينا ننظر إلى العبرانيين الإصحاح الرابع، يقول ذلك لأن كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف له حدان. كلمة الله حية، ما معنى أنه كلمة الله حية؟ يعني مش بس كتاب، كتير الكتب تعددت في ملايين من الكتب، مواضيع مختلفة، كل كتاب يموت مع كاتبه، لكن الكتاب المقدس حي إلى الآن، حي بتأثيره على حياة الإنسان. لما بيقرأ الإنسان كلمة الله والروح القدس بيدخل فيه بيعطيه حياة من الداخل، وفعالة يعني بتأثر في حياة الإنسان. أنا لما أول ما استلمت نسخة من الكتاب المقدس كان ما عندي أي اهتمام بالدين ولا بالإيمان، طبعا كنت روح إلى الكنيسة، كنت صلي بس ما أفهم شيء أبدا، وكنت في الشارع أجا شاب سلمني إنجيل متى، فتحت الإنجيل ولما بديت أقرأ الإنجيل شعرت أنه في شيء مختلف عن كل الكتب، وأنا كنت أحب كثير أقرأ كتب، لكن كلمة الله من خلال الإنجيل، من خلال حياة يسوع، من تعاليم يسوع كانت حية في حياتي لدرجة أنه غيرت مسار حياتي وقلبتني من فوق لتحت، من الداخل إلى الخارج، فهي حية وفعالة. وأمضى من كل سيف له حدان، وخارقة إلى مفترق النفس والروح والمفاصل ونخاع العظام، وقادرة أن تميز أفكار القلب ونياته، أن تميز أفكار القلب ونياته. يعني لما بتقرأ كلمة الله تكون كمرآة بتخليك تميز في حياتك وتعرف شو الغلط في حياتك، مثل المرآة بتخلينا نشوف الوسخ على الوجه حتى نعالج المشكلة وننظف هذا الوسخ. فكلمة الله الكتاب المقدس فعالة قوية حية في حياتي. بسفري في جميع أنحاء العالم بتقابل مع ناس كثيرين حياتهم تغيرت بس من قراءة كلمة الله. بعض الناس عندهم شكوك بالنسبة لصحة الكتاب المقدس، كثير من الناس بيسألوني على أي أساس أنت بتآمن بكلمة الله؟ في كثير كتب محيرين
أي كتاب منوثق فيه، ليش ما منآمن بالكتاب هذا أو هذا أو هذاك؟ فأنا ثقتي بالكتاب مبنية على أسس علمية مش بس عواطف. مثلا المخطوطات، مخطوطات الكتاب المقدس منها الكثير، طبعا كتب العهد القديم بالعبراني بالعبري، والعهد الجديد باللغة اليونانية، وبس باللغة اليونانية في أكثر من 5400 مخطوطة من القرون الثلاثة الأولى بعد المسيح. زد على ذلك 10,000 مخطوطة باللغة اللاتينية، وفوها أكثر من 9,300 مخطوطة بلغات مختلفة. نعرف مثلا من أول اللغات اللي ترجم إليها الكتاب المقدس اللغة الأرمنية والآرامية، وحتى باللغة العربية في مخطوطات كثيرة وقديمة. لما من العلماء بيقابلوا بين هذه المخطوطات ما بيشوا فيه لا تحريف ولا تغيير. عدد المخطوطات إجمالا أكثر من 24,633 مخطوطة اللي تشمل اللغات المختلفة. في كمان برهان أخير بالنسبة لهالموضوع، الترجمات، ترجمات الكتاب المقدس موجودة حتى قبل المسيح. العهد القديم ترجم إلى ما يسمى بالترجمة السبعينية، السبتوجنت، 70 من العلماء اليهود اجتمعوا ترجموا الكتاب المقدس إلى اللغة اليونانية، من العبري إلى اليوناني قبل المسيح بثلاث قرون، 300 سنة. وبعد المسيح ترجم الكتاب المقدس بأكمله إلى اللغة اللاتينية بالقرن الرابع. فلما بيسألني الإنسان بيقول لي هل الكتاب المقدس محرف، بسأله مين حرفه وأيمتى حرفه وكيف ممكن يتحرف وهو موجود في هذه المخطوطات العديدة في جميع أنحاء العالم وبترجمات مختلفة، وهذا شيء مستحيل. لكن عندي ثقة في الكتاب المقدس لأسباب روحية أيضا، ليست فقط أسباب علمية. الكتاب المقدس هو مصدر المعرفة، مصدر الحق عن الله، هو بيعرفنا عن الله. كيف بدنا نعرف عن الله؟ ومعرفتنا بالله ما بتستند على شيء جديد نحن لازم تعلمناه. مش ممكن يجي إنسان يكتب كتاب هلأ يفهمنا من هو الله. أساس معرفة الله هو الكتاب المقدس، لأنه هذا هو كتاب الله. في البدء خلق الله السماوات والأرض، وبيعطينا تفاصيل للخلق، وهذه التفاصيل تشمل خلق الإنسان على صورته ومثاله. نتعرف على شخصية الله بالكتاب المقدس. كيف بنعرف أنه الله بيحبنا؟ ممكن نتعلم كتير أشياء من كتب مختلفة، لكن الكتاب المقدس بيقول الله محبة. وبعدين برهن الله محبته لنا بأنه بذل ابنه الوحيد لخلاصنا لكي لا يهلك كل من يؤمن به. هذا سبب من أسباب ثقتي في الكتاب المقدس، أن أنا أتعرف على الله، بعرف صفاته وعلاقتي معه. الكتاب المقدس يهدينا إلى الحق، ليس فقط عن من هو الله، بس الحق من هو الإنسان. الكتاب المقدس يكشف لي الصورة الحقيقية لطبيعتي البشرية. لما نقرأ الكتاب المقدس كمرآة يرينا أخطاءنا، كيف نحن عصينا الله. الحقيقة شريعة الله اللي هي بنسميها الناموس هي كانت كمرآة لتظهر خطيئة الإنسان اللي ورثناها عن آدم وحواء، ولكن نحن أيضا خالفنا أمر الله وإرادة الله. يعرفنا كمان الكتاب المقدس بخطة الله للخلاص.
ما في خطة خارج الكتاب المقدس لخلاص البشرية. نعرف عن محبته، نعرف عن خطايانا، ونعرف أيضا خطة الله لخلاصنا. كلمة الله تعلمنا كيف نعيش حياة المسيحية، حياة القداسة، كيف نسلك، كيف نتعامل مع بعضنا البعض. أشجعكم أيها الإخوة المشاهدين على أن تأخذوا غذاء روحي من كلمة الله. كثيرين من المؤمنين ما بيقروا كلمة الله. في خمسة أشياء بدي أشجعكم عليها: اسمع كلمة الله، واقرأ كلمة الله، وادرس كلمة الله، واحفظ كلمة الله، وتأمل بكلمة الله، فتكون كما يقول في المزمور 100. المزمور الأول بيقول: شريعة الرب بهجة يتأمل فيها نهارا وليلا، فيكون كشجرة مغروسة عند مجاري المياه، تعطي ثمرها في حينه وورقها لا يذبل، وكل ما يصنعه ينجح أو يفلح. إذا بدك تعيش حياة نجاح في كل أمر، خلي كلمة الرب هي تغذيك وتعطيك الحياة، لأن كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين. كيف تقوي حياتك؟ كيف تقوي ثقتك بالكلمة؟ بسماع الكلمة، بقراءة الكلمة، بدراسة الكلمة، بحفظ الكلمة وتأملها. مرات كثيرة أنا بكون في يوم من الأيام كنت زعلان وغضبان، زوجتي قالت لي شيء أزعجني، فأنا كنت مستعد أني أحارب وأقتل وجادلها. فتذكرت آية من مزمور 34 عدد 5 بيقول مزمور 34 والعدد 5 يقول: الذين تطلعوا إليه استناروا ولم تخجل وجوههم أيضا. لما تذكرت هالآية اللي كنت حافظها باللغة الإنجليزية لهسه احتجت أقراها بالعربي، تشجعت، وبدل ما تزعل مع زوجتي رحت لها عبطتها وبستها وقلت لها سامحيني على نرفزتي معك. فكلمة الله بتأثر في حياتنا مثل الغذاء، مثل اللي بنشرب وبناكلها. لما بنقراها وبندرسها وبنحفظها وبنتأمل فيها وبتصير جزء من حياتنا. أرجو أنك اليوم وثقت أو تعلمت شيء على الأقل اللي بيشجعك أن تثق بكلمة الله. ثقتي بكتابي تستند على الحق والحقائق المدونة في الكتاب المقدس، كتاب الكتب، وهو كتاب الله. بشكركم مشاهدي الأعزاء على حسن متابعتكم، وأتمنى أن نلتقي في الحلقة القادمة، ورب معكم.